زيكم. ساعات بنحتار بنحط ايه في شنطة اول يوم مدرسة. يلا بينا نشوف. اول يوم مدرسة في حاجات معينة لازم نحطها في الشنطة. طبعا بلاش نحط كل الكراسات اللي بتكون مطلوبة منا، علشان اول يوم ده بنستلم فيه الكتب، فيكون في مكان في الشنطة بتاعتنا نحط فيه الكتب الجديدة. طب يا ترى نحط ايه في شنطة اول يوم في المدرسة؟ تعالوا بينا نعرف. اول حاجة ناخدها معانا كشكول كبير، وياريت يكون متقسم حسب المواد الدراسية، علشان لو في مس او مستر دخلوا شرحوا في اول يوم. تاني حاجة ناخد نوت بوك صغير علشان نكتب اي ملحوظة هتتقلنا خلال اليوم الدراسي، والنوت بوك ده ما يكونش معانا في اول يوم بس، لا ده يكون معانا كل يوم وقت المدرسة. تالت حاجة نجهز دايما فايل علشان اي ورق هنستلمه خلال اليوم الدراسي، وبرده ده ما يكونش معانا في اول يوم بس، لكن يكون معانا كل يوم خلال السنة الدراسية. وطبعا من الحاجات الأساسية والمهمة جدا الكيت بتاعنا أو شنطة الطوارئ، ودي اللي هنحط فيها كل أدوات الوقاية والحماية بتاعتنا. هنحط فيها الماسك بتاعنا، هنحط فيها الكحول، هنحط الوايبس، هنحط مناديل، أي حاجة خاصة بالنظافة بتاعتنا والوقاية والحماية بتاعتنا هنحطها هنا. أهم حاجة وحاجة أساسية جدا ما ننساهاش طول الأيام الدراسية. وطبعا ما ننساش المقلمة بتاعتنا، ويفضل برضو ان المقلمة تكون شفافة علشان نقدر نلاقي الحاجات بتاعتنا بسرعة، يعني نحط فيها هايلايترز، نحط فيها اقلام زيادة، نحط فيها الادوات المدرسية بتاعتنا كلها. وبرضو ما ننساش الفلاسك بتاعنا واللانش بوكس بتاعتنا. كل سنة وانتم طيبين.